السلام عليكم ورحمة الله. سنخصص فقرة صغيرة يومية لمعرفة سعر صرف اليورو أو الأورو في السوق السوداء الجزائرية. على العموم، الأسعار تختلف دائما من ولاية لأخرى ومن يوم لآخر، ولكن الاختلاف بين 50 30 100 دينار جزائري، يعني 2000 10000 5000، في حدود هذا المبلغ. قبل ذلك، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد.